السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم يا صحابي في الديب سلايمز؟ جميل ده، سامعين صوته عامل ازاي؟ صوته تحفة. تعالوا نشوف هنعمله ازاي في اقل من دقيقة. اول حاجة هبدأ بنص كوباية مية، واحط عليها معلقة غيرة كبيرة. الغيرة دي غيرة اوكي، تقيلة جدا طبعا، ما استخدمناها قبل كده معاكم. هنخفف الغيرة خالص بالمية، نتأكد ان مفيش اي تكتلات. كده اتأكدت ان مفيش اي تكتلات من الغيرة اللي انا حطيتها. هحط بقى اللون بتاعي، انا هستخدم اللون الاصفر النهاردة، اللون تحفة. وبعد كده بقى هنحط الماسك، الماسك اللي احنا متعودين عليه. هنحط الدنكار، حبة صغيرة دنكار. لم معايا نفسويني كده، اسرع سلايم هتعملوه في اقل من دقيقة. خلص معانا السلايم في دقيقة يا صحابي. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتشيروا الفيديو بين اصدقائكم. باي باي. كده خلصنا بقى كل الالوان، اصفر اخضر ازرق بامبي، كده الالوان اللي هي دول. هاي انتوا عاملين ايه النهارده؟ هنعمل سلايم كتير او بالالوان دي. يلا نبدا. يلا ماما تعالي نقول معانا ايه النهارده. يلا اول حاجه معانا ايه يا لينا؟ ايه الالوان؟ الوان بمبر وميه وتنكار غيره. اول حاجه لينا هنجيب ايه؟ البامبرز، ونغرقه بالميه خالص عشان نطلع الماده اللي جوه البامبرز. يلا لينا كده غرقي البامبرز، هنملاه كله ميه. خلاص كفايه كده، غرقنا البامبرز كله ميه. عايزين نشوف بقى الماده اللي جواه تطلع ولا لا. هنقفله كده شويه. بصي اتنفخ ازاي. لف كده البامبرز يا لينا. بصي اتنفخ ازاي بقى ميه. احنا عايزين بقى ناخد الماده اللي جوه البامبرز دي عشان تعمل لنا سلايم كتير قوي قوي قوي. ايوه بصي، يلا يا لينا نفتح البامبرز عشان ناخد الماده اللي جوه ديت. نفخ الماده عشان ناخد. احنا عايزين المادة ديت نفضيها بقى فين؟ العلبة بتاعتنا، هيعمل كمية كبيرة قوي. حلوة يا اسمري. المادة دي اللي هتخلي السلايم قد ايه لين؟ كبير كتير قوي. ايوه كتير. ونحط من ده، نحط الالوان كلها. قطعيها كلها ونزلين كلها مرة واحدة. بصوا البمبرة زي واحدة نزلت كمية قد ايه. ايوه بصوا يا بصوا يا اصحابي، بصوا انا عامل زي التلج، عمل كمية كبيرة قوي. صح يا ليل؟ عمل زي التلج. احنا عندنا هنا اربع اطباق هناخد فيهم كل واحد حبة من ده. لو تدينينا اوعي تعدي لو سمحت. استني يا ليل، نحط معلقة هنا. ثانية واحدة يا لينا، نحط معلقة هنا، معلقة هنا، وأنا كده نحط هنا، هنا نشفف، نحط هنا فوق فوق بس كده. كمية الطبق الأخير اللي هناك ده يا لينا بس هيعمل معانا كمية كبيرة أوي أوي أوي. خلاص كفايه كده، احنا هنمكن ده بقى شويه. ايوه بعيد. نحط في كل واحده الالوان بقى. هنحط في كل طبق لون. اوه يا دين، انا هناخد اللون الاصفر. ناخد اللون الاصفر. اوه يا دين، هنحط هنا الاخضر. هنحط هنا الاخضر بس كفايه فهد. نحط هنا الازرق كمان. يلا احمر كمان يا دين، شاطره. كمان احمر يا لين. احنا لسه هنقلبه يا فهد. اسمه هنقلب بقى كل الالوان كده مع الماده اللي كانت في البامبرز. ايوه ايوه تمام. بص البامبرز خلاهم بقى حلو ازاي، ده هيعمل كميه كبيره. انا بس ماما لان ماما اصفر كتير. اصفر فعلا. قلبنا الاصفر، هنحطه بقى على جنب يفتح شويه. هنقلب الاحمر كمان. انا مثليه. كمان
كلكم هتلعبوا بيه بعد ما نخلص. ايه الاحمر لونه تحفه. يعني ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يلا يلين قلبنا الاحمر نحطه على جنب جنب الاصفر يرتاح شويه. بعد ده هنقلب الازرق. انا هقلب ده. انت هتعمل ايه؟ انا هقلب ده. لا استني عشان ما توقعهوش. الالوان رائعه. ايه رايك في الالوان يا لينا؟ حلوه قوي. ايه رايك في الالوان يا فهد؟ حلوه قوي بس عايزه سلاي. ايه الاخضر؟ احنا بنركبهم على جنب كده علشان خاطر ايه؟ يرتاحوا. ده وده يرتاحوا. عايزين يرتاحوا. عملنا اربع الوان ولسه فايت قد ايه كمان من الجيل اللي في البامبرز. دلوقتي بعد ما حضرناهم وسيبناهم شويه يرتاحوا ناخد بقى اللون الاصفر اللي احنا بدأنا بيه الاول. انا ده ماشي يا حبيبي. هنحط بقى الغيره بتاعتنا. نحط معلقه كبيره من الغيره. انا هحط ده. شوف ده اصفر. انزلي بايديكي يا نور او بالمعلقه الصغيره. معلقه تلزق في معلقه. كده حطينا في الغيره ونبتدي نقلبهم مع بعض. هيا في الغيرة دلوقتي نقلب في الغيرة. بس علقة غيرة واحدة ملت الطبق. ايه عايزين بقى عايزين نمسكه عايزين نحط عليه ديكور. طبعا الديكور ده احنا جايبين معلقة صغيرة حاطينها على ايه؟ على كوباية مية. ابتدي لمي معانا. واو. اصبري يا لين اصبري يا لين. بدا يمسك. مسك. ماشي. مسك انا هحط هنا. مسك. ماشي استني كده اموت. استني نبتدي ندخل ايدينا بقى في الموضوع. لازم ايد. بصي معلقة غير عملت كمية قد ايه؟ جميل جدا. الأصفر عمل معانا كمية كبيرة عشان كده كبرنا الطبق شوية. سلايم سفنجي. صراحة تحفة. عايزين نجرب الألوان التانية وبعد كده نبقى نلعب بقى بيه. كله هيلعب بيه. طب اصبروا لما نخلص الباقيين. يلا هنحط بقى واحدة معلقة كبيرة برضو على اللون الأخضر. على اللون الأخضر. ايه ده؟ حطينا عليه ايه يا لين؟ معلقة كبيرة من الغيرة. اه نجيب المعلقة الكبيرة كويس جدا. نحط بقى المية اللي فيها دنكار زي ما اتفقنا. أول ما بحط المية اللي فيها دنكار بس بيلم بسرعة ازاي. يلا دخلي بقى بإيديكي يا نور. لمي الأخضر. فهد ولين بيلعبوا بالأصفر. عمر كمان دخل معاهم. ده عمر ده مش بيستعمل السلايم ده. ايه ده؟ شنو ده؟ جميل قوي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك. اي فرقة معايا؟ انت بتحط لون ليه يا عمر؟ ورينا كده سمعينا كده يا لين. عشان ده ارتاح شوية بقى بيفرقع معاكي. اه. عمر حط كل الالوان على بعضها على الحبة اللي كانوا باقيين من البامبرز. حطيت الوان ايه يا عمر؟ حطيت اخضر ويا لبني واحمر واصفر. كده فاضل الازرق والاحمر. هنحط معلقه كبيره هنا غيره ومعلقه كبيره هنا غيره. وانا بعد
طبعا الاخضر اتعمل والاصفر اتعمل، ولينا وفهد عاملين يلعبوا. يلا يا لينا، باي باي لاصحابك يا كريم. باي باي. قول لهم تعالوا العبوا معانا. تعالوا العبوا معانا. قلب احمر. طياره يا فهد. بص لي ايه البسي عقد يا لين. ايه بص، بصوا معلقه الغيره عملت قد ايه. بصي يا ماما بصي كده خلصنا بقى كل الالوان. اصفر اخضر ازرق بنبي الالوان الحلوين دول. افردي بقى كده يا لين، العبي بيه كده وري لاصحابك. العبي كده يا فهد. جميل قوي اللبن بتاعهم. جميل جدا. وكمان نشوف بقى صوت الطرقه يعني حلو جدا. جميل يا لين. نفرقعتهم بقى. تمام نشوفهم مع نيل. وريني كده صوت عندك. رائع. انا لازم اعمله احلى من كده شويه. رائع جدا. ايه ده؟ الله على البالونه. بص بص انا بص انا. ماما. صوته جميل قوي اللي معاك. صوته جميل قوي كمان يا عمر معايا. ايه ده؟ نسيت اوريكم. ده اللي انا دمجته مع بعض، ده طلع ملوخيه خالص. هسيبه بقى ساعتين. ده شكل الملوخيه فعلا يا عمر. انت عملت سلايم ولا عملت ملوخيه؟ والله ما اعرفش. يا رب يكون عجبكم السلايم بتاعنا، وشيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان يعملوا السلايم بتاعنا. اعملوا لنا لايك واشتراك في القناه. بحبكم. باي باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اصحابنا؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل سلايم جميل جدا جدا جدا، تقدروا تعملوه بكل سهوله مع عمر ولين. ويلا نشوف المقادير مع عمر ولين. هنستخدم ايه يا لينا؟ نستخدم ده معجون. طب اقول انا هنستخدم المعجون. بحب اللون الازرق قوي. دلوقتي هنحط ايه بقى؟ هناخد ربع معلقة من المعجون. ناخد استني هنحط نص معلقة من معجون الأسنان، حتة صغيرة جدا، نص معلقة. ونحط نص كوباية مية. هنجيب الاسبونشة ديت كده، أي اسبونشة عندنا، في اسبونشة بنصبن بيها المواعين. هنقعد نعمل رغوة كبيرة جدا لغاية ما يعمل معانا رغوة كتيرة كتيرة جدا. بصوا ابتدي يعمل معانا رغوة كتيرة ازاي. لينا عايزة تعمل شوية يا عمر. تعالي يا لينا اعمل شوية. طريقة سهلة جدا جدا، واي حد ممكن يعملها في البيت، سهلة جدا من غير مساعدة ماما، من غير مساعدة اي حد. طريقة سهلة ومضمونة 100%. زي ما انتوا شايفين كده يا اصحابنا، دلوقتي عملت رغوة كتير. عمر شغال على الرغوة، عملت رغوة كتير جدا. ده انا دايت لقطت رغوة. احنا ممكن نقلبهم بمعلقة، بس احنا عملنا بالاسبونشة، لان الاسبونشة بتعمل الرغوة ديت اللي احنا عايزينها عشان يعمل معنا كمية كبيرة. كفاية كده خلاص. هنبتدي بقى نختار لون ونحط لون اللي احنا بنحبه. لين اختارت الازرق. لين اختارت اللون الازرق. هاتي لين اللون الازرق. كفايه كده يا لين. بعد كده انا هنقلب. بعد كده نقلب بقى. انا هقلبها يا ماما. احنا عايزين يطلع لونه ازرق. هيطلع لون تحفه كده. هيطلع لبني بقى. هيطلع اهو. بعد كده هنجيب يلا بقى الغيره. هنحط معلقتين غيره كبار. طبعا الغيره دي افضل غيره بنعمل بيها السلايم. هنحط معلقتين كبار. اللي حط على طول يا عمر. ايوه كده معلقتين كبار. نبدا ندوب فيهم بقى. كده هما بيبتدوا معانا
دي غيرة تقيلة، دي اسمها غيرة اوكي، تقيلة بتبقى عند اي حد بيبيع الحاجات اللي هي البويات والكلام ده كله. كده بعد ما قلبنا بقى الغيرة هنجيب الدنكار. هاتي لين الدنكار بقى، وريهم كده لاصدقائك شكل الدنكار. الدنكار ده هو بيبقى عامل زي الملح كده، هنجيبه طبعا من العطار. ده دواء للدود، هنحطه في الجبنة القديمة. هنحط منه معلقة صغيرة على المية، ندوبهم كويس جدا. المية نحطه على المية، حطي معلقة كمان يا لين. شطورة. هنقلب بقى كويس جدا لغاية ما يدوب معانا. هناخد بقى المية اللي فيها دنكار ديت ونحط واحدة واحدة. يلا قلب يا عمر. طبعا عامل معانا رغوة كتير، هيعمل معانا صلصال كمية كبيرة، هيعمل معانا سلايم كمية كبيرة. شكله حلو، ده شكله هيبقى كويس. ابتدى يلم معاك يا عمر صح؟ اه. يلا يا لين تعالي حطي مية فيها دنكار. حطي مية فيها دنكار. يلا يا لين شوية كمان لغاية ما يمسك كله معانا. يلا حطي يا لين. واو طبعا لموه بقى شكله تحفه، كل واحد هياخد حته. طبعا فهد جه معانا بقى علشان خاطر ايه، ياخد السلايم. ايه رايكم بقى في السلايم التحفه ده؟ ايه ماما بتلعب بتاعي؟ لا ما تلعبش بتاعك، انت خد حته وهم حته. ورني يا عمر كده السلايم بسيط اهو. سلايم نجح جدا وتحفه جميل. انا بص عليا ولين يا لين، كل واحد طبعا خد حته. دودو بيلعب بتاعته مش هنا. وريني يا فهد. يلا حطها كده يا فهد وريني. انا بدي اقول بص. يلا اعمل بسرعه بعد كده يا فهد. بص بتاعتي. واو بص بتاعتي. واو جميله. جميلة يا عمر. واو اصحابي. وردة. صعبين. فهد بيعمل فطيرة. بتعمل فطيرة يا فهد؟ اه بعمل فطيرة. جميلة اوي. لا ده بتاعي انا، بعمل الأب. شوفوا هما الاتنين مع بعضيهم بقى. اصبري يا لينا، هو يلعب بقى شوية وانت شوية. يا عمر ده بتاعي يا ماما، انا حبيت مية. بصوا كبير ازاي يا صحابي. بصوا واو. احنا ناقص بقى لين كمان بتعمل فطيرة. وانا كمان بعمل فطيره. يلا نجح جدا جدا. بص الفطيره بتاعتي يا اصحابي، بص الفطيره بتاعتي. جميل قوي، لازم تجربوه يا اصحابي. اه شلوني شلوني وانا بس انا هعملها دلوقتي التبغ ده. انا هعملها. يلا دوس دوس يلا اوعى. لا انا كتير. يلا يمكن بس لازم انا بقى حتى اعملها معاكم يا اصحابي. واو يلا واو. ايه ده ما تلاقيش ما تلاقيت. لا ما انت كنت بتطرقع ازاي؟ جميل. ايه ده بقى بجد؟ ثانيه بصوا بقى يا اصحابي. بصوا زي ما انتم شايفين. بصوا
بصي عامل ازاي. انت هتاكله لو بس اصحابي هعمل اسكيت والسفود بدأ يقطع. هقطع الاسكال بتاع الاسود. بصوا انا عملت سلايم كمير. ويا رب تكون عجبتكم الحلقه. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. وباي باي. باي باي. بصوا يا اصدقائي عاملين ايه النهارده؟ تكونوا كويسين ان شاء الله. تكونوا كويسين. هنعمل النهارده هنعمل صرصار مكونين اتنين بس. مكونين سهلين قوي. هنعمل تعالوا نشوف المكونين دول سهلين قوي. اول حاجه معانا كوبايه بلسم. كوبايه بلسم وعليها نسا. كوبايتين نسا. تعالوا نشوف. تعالوا نجرب الصلصال الجميل دوت. اول حاجة هحط كوباية بصل. جميلة جدا من الملزم. صار جميل. الناس كمان حلوين. بهدلت التاني خالص. هعملها دودة. دلوقتي هلونهم. ممكن نحط لهم الوان. ريحته جميلة أوي. هنحط عليهم الألوان دي. لون أخضر جميل. Okay.
باذنجان احمر. هنحط بالعلبة جنب الأخضر. خد لوني تاني، ناخد لوني الأصفر. في العلبة زي التمرين. حطي ايه؟ حطي لون كده اورنج. الله تكلموا، اكتبوا لي في التعليقات، انا هنزل التعليقات بتاعتكم في الفيديو التالي. شفتوني بهدلت الدنيا ازاي عملت، بس عملت اربع الوان في شهر. ايه رايكم في السلسلة الجميل دوت؟ طلعوا السلسلة دوت؟ قولوا في التعليقات، طلع معاكم حلوة ولا لا؟ هنتظر تعليقاتكم في الفيديو اللي جاي. لا تنسوا لو عجبكم السلسلة لا لو عجبكم السلسلة